السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتخاب الطالب العالمي في رئاسة مجلس النواب من جديد، وجدل يسبق انتخاب رئيس مجلس النواب. انتخب ممثل الأغلبية البرلمانية رشيد الطالبي العالمي عن حزب التجمع الوطني الأحرار رئيسا لمجلس النواب المغربي لما تبقى من الفترة النيابية، بعدما جرى التصويت عليه بالأغلبية في الجلسة التي انعقدت اليوم الجمعة. وحصل الطالب العالمي على 264 صوتا من عدد المصوتين البالغ عددهم 324، فيما حصل منافسه عبد لبوان عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن ما مجموعه 23 صوتا، مع الإشارة إلى إلغاء 37 صوتا، 10 منها سبب التصويت باللغة الفرنسية. وفي الجلسة الافتتاحية عاد النقاش والصراع بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث شهدت جلسة اليوم جلبة مع بدايتها، وأثير نقاش النواب البرلمانيين حول ترأس النائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد مجلس النواب خلال أشغال جلسة انتخاب رئيس المجلس لما تبقى من الفترة النيابية. تخصص هذه الجلسة لانتخاب السيد رئيس مجلس النواب لما تبقى من الولاية الثانية الحالية. لا خلوا الله يخليكم، خلوا أكبر سنا، الله يخليكم الله يخليكم، ما ماتيش أكبر سنا، هو مريض، هو مريض، رانا قلنا هذا بصافي، هو مريض. رانا معتذرين لك عن مرضه، نعتذر لك على قلة حضور ونضع عنه مريض. رانا معتذرين لك على قلة حضور ونضع عنه مريض. الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم، خلوا الرئيس يتكلم، غير هي راهي نقطة نظام أقوان وما عبد الله، راه هي نقطة نظام وفات. الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم، خليني نجاوب معاه. الله يخليكم الله يخليكم الله يخليك، سميتو ها، راه تعرفوا بهدود بودلال، انت عارف. يا الله يا غسان، صافي صافي صافي، يلا حنا بغينا هاد الجلسه تنجح طبعا، وبغينا نعاونوك السيد رئيس وباش نتفاداو حتى الطعون في محضر هذه الجلسه. ولذلك السيد رئيس، النظام الداخلي اللي كان خدامين به، هذا اللي خدامين به السيد النائب طلع لنا الماده 21، وهذا واضحه لانه يتعلق بالمحكمه الدستوريه. هذاك الشيء اللي قرا علينا السيد النائب فيما يتعلق بالمحكمه الدستوريه يكون في المحضر. بالنسبه لمراسله السيد رئيس الحكومه ما يكونش في المحضر السيد رئيس. هذه راهي ما تلات، لا لا انا مازال ما كملتش الفكره السيد رئيس، عين كمل لك الفكره. الله يخليك، هذا السيد رئيس مادام غيتسحبوا من المحضر حتى التصويت ديالهم اذا كانوا حاضرين في القاعه يطرحوا اشكالا، باش تكون الامور عندك واضحه السيد رئيس فقط. شكرا. سيد الرئيس تفضل. هو طبعا هو ما هو رئيس، رئيس ما بالك. سيد الرئيس، سيد الرئيس، انا كنرشح سي عبد الله بوانو يكون الممثل ديالي في الصندوق. لا يمكن الحديث فيها الا عن انتخاب رئيس وعن الاجراءات المرتبطه بالامر، اما دون ذلك فلا امر في ذلك. صداي رانا ساحبينها، ما لنا قارين حتى شي حاجه. الجلسه يلا نمروا لعمليه الترشيح، فتح للرئاسه، رئاسه مجلس النواب. قيد قيدته منين وراك؟ ايه رشيد الطالب العالمي. صافي صافي يلا صافي. كوانو دير كوانو، صافي 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 صافي. الله يخليكم. اسمعني يا السيد الرئيس، انت راك مترشح يا صاحبي. السيد الرئيس، لا لا بصفتي مرشحا، اقول لك السيد الرئيس بصفتي مرشحا وطبقا للنظام الداخلي، ادعوك السيد الرئيس انه ممثل ديالي اللي غيكون في مع المكتب هو السي عبد الصمد حيكر. اي ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، لا صافي ما كاين مشكل.